شعر به عدد كبير من المواطنين. طبعا يعني من دقائق معدودة، طبعا بالتحديد من تلت ساعة بالظبط، ناس كتير وتدوينات كتير انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات لعدد كبير من المواطنين، مش بس في القاهرة الكبرى لكن في أغلب محافظات الجمهورية، بتفيد إن هم حسوا بزلزال متوسط، وفي ناس حست بيه بشكل كبير. يعني زلزال شعر بيه يعني وفق التدوينات اللي تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد كبير جدا من سكان القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الإسكندرية. طبعا الزلزال زي ما قلنا لحضراتكم، نظرا لانه يعني تقريبا يعني زي ما ذكرت وكالات الانباء وذكرت يعني المواقع المتخصصه، ذكرت قالت ان الهزه الارضيه كانت بقوه 6.3، وضربت يعني مركزها كان في جزيره قبرص، ده وفق ما تم تداوله. طبعا يعني ناس كتير صحيت على خبر الزلزال، ناس كتير حست بالزلزال وهي نايمه، وناس صاحيه حست بيه بشكل كبير في مش بس يعني على في القاهرة الكبرى، ولكن امتد تأثيره لأغلب محافظات الجمهورية، وده وفق طبعا التدوينات واللي تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من دقائق معدودة، يعني من تلت ساعة تقريبا، تقريبا في الساعة كانت الساعة 3:30 تقريبا، انتشرت هذه التدوينات بشكل كثيف جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. ناس اللي كانت صاحية حست بالزلزال، والناس اللي كانت نايمة كمان حست وقالت ان هي صحيت على حركة في البيت وحركة سبب فيها الزلزال. بالفعل يعني وفق التدوينات دي قالوا ان الزلزال كان قوي وشعروا بيه بشكل كبير، وكان تأثيره ملحوظ جدا مش بس في القاهرة والجيزة والقليوبية، ولكن في المحافظات اسكندرية واغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط. بالفعل مواقع اكدت يعني ان الزلزال كان الساعة 3 وتقريبا 3:10 او 3:11 دقيقة. الزلزال زي ما ذكرت عدد من وكالات الانباء العالمية قالت ان الزلزال كان بقوة 6.3، وفي وكالات ذكرت ان هو 6.4، وكان مركزه في جزيرة قبرص.